سبعين قاعد يشوف هاي الشباب، ما انا مو مره ومرتين حاتشيها بالاذاعات 100 مره، بس ماكو شيء، ما قاعد يصير شيء. هاي شوف الشباب كلها كلها شباب بدون زواج، حصل له 15000 20000 يوميته، كروته وغدا 3000 4000، يوصل له ل 10 الى مصرف نارجيله. تعرف هاي الشباب هسه نارجيله؟ نعم. 10 يطلع 10، شو يجيب ال 10؟ دجاجه ب 7000، طماطه بلف، خيار بلف. انت صار ابو 12 بشره. رحم الله والدي. زين. نعم. الزيت البارحه باربعه الا ربع بطل الزيت، البارحه انا وقمت على بسواق باربعه الا ربع طاش، اشتريت مريخ طيب. هاي الايام باربعه الا ربع؟ اي والله العظيم البارحه يعني حليناها. والله العظيم البارحه بطل الزيت مريخ اشتريته من الاسواق، انا بالبلديات قاعد بشارع 30، 4000 الا ربع اخذت بطل الزيت. زين بطل الزيت ب 4000، والبرميل مال النفط صار ب 110، والموازنه على 45 دولار. زين هاي الفرق مال ال 45 دولار لل 110 دولارات وين راحت يا الناس؟ طالب بالفرق دا اسمع، هواي ناس. زين زين هاي ب 60 دولار وين ودتها الحكومه؟ والحكومه هسه الصراع بيناتها، واللي يقول لك راح تشكل حكومه قل له احكي على الطنطل، عندنا مثل يقول احكي على الطنطل، لا هاي الفئه تشكل حكومه ولا هاي الفئه تشكل، ما تشكل حكومه، صراعات على الكيكه بعد اخوك. الكيكه مو قالتها؟ قالتها حنان الفتلاوي، قالت الكيكه تقاسمنا بيها، هسه رجعت الكيكه الجديده بعد ما متقاسمين. اي الكيكه تقاسم، هسه معارك على الوزارات، هذا ما دخل الحكومه، الوزارات راح تنشال من يمه. وهنا الجماعه ما يطون الوزارات، وبس الله يستر، منو طايح بيها؟ طايح بيها انا الفقير، لحد الان شبر ما عندي بالعراق، شبر واحد ما عندي اجاه. زين. وهاي اجي من الصبح ارجع الساعه بالاربع عود احصل لها بسيط، احصل 15 20000 وارجع وعدي خمسه. زين وصغار مو ما صرت مناضل حجي؟ شو يصير؟ قلت لك وراها شو يصير؟ شو يصير؟ شو يصير؟ بيت بالجادريه تاخذ اذا لبقنا من عسكريه لعسكريه. الله يعينك. زين والله عم يكفي لك الله، اعرف عالم سواق كانوا وياي، ها هسه حمايات وحق هذا الله، حمايات قاعد تمشي براهم وقواني قواني مال دفاتر، شلون صاروا ما ادري. هم وياي، انا من اهل المدينه بقطع اربعه، وكانوا سواق مال جنسي وياي، هسه حمايات يمشوا براهم. حمايات وراهم. حمايات براهم، هم حق هذا الفوق. هو كان ما يملك لشيء. كل شيء ماكو، كان سايق مال جنسي. سايق يروح سوريا والعمان. جيد. زين، وعلى تعدي دراجه يوم يوم اقلب، تعوقت من ورا هالعيشه. الله يعينك. زين. يبارك فيك. ناشد الحكومه يا استاذ المالكي، انت طالع طالع. انت من اعطيت 100000 للعالم، قل لي يا حصل الكاظم، الكاظم المالكي الكاظم، من اعطيت 100000، من اعطيت 100000 شو؟ ولا واحد اجى قال اعطوني 100000، لا رعايه مستلمه، لا المتقاعد مستلم، احنا الحمد لله والشكر. هاي شو لا هاي بالسوق كله لا عنده رعايه ولا هاي عايش على السوق. زين انت يا ابو الرعايه، العده واسطه تمشي معاملته، والما عنده واسطه قال له روح ابويا موازنه ماكو. زين انت ترددني موازنه ماكو، زين جاب لك واسطه شلون الموازنه مالته يروح يستلم؟ ودخنا بهالبلد. قدمت على الرعايه؟ قدمت اذا اقول لك ما تصدق. من 2011 لحد الان عندي الاستماره وماكو راتب. ما شاء الله. ليش؟ ما عندي فلوس اعطيهم. عندي اطلع اطلع لك من 2011 هسه يعني الاستماره 11 سنه صار لك. اي والله العظيم، وال 2018 استلموا، و 2019 اطل الفايل وراح. وين اكو معامله؟ وين اكو معامله بالعالم 11 سنه؟ هاي يمكن اطلع اثبات حتى للمالك للكاظمي، بس كون الورقه جايه. شنو الشطه؟ الطاقه كارت يعطوني هيك ورقه. ورقه وبيها من 2011 1/4. زين. ولحد الان دبيت فايل على سيارة وماكو، دبيت فايل على 10 ملايين وماكو، دبيت فايل هاي اللي جامعة البكر الوزارة الرئيسية. اي روح يطلع اسمك يا بهس. العالم كلها طلعت له لجن للبيوت ودوروا وفتشوا عدة ثلاجة، انا كل شيء ماكو خليه يجون وماكو، اصلا حتى لجنة ما طلعت علي. ليش الفايل مال؟ اكو واحد مستلمان بشي واحد قالوا لي، قالوا لي طالع اسمك ومحولين الواحد بايعينه وشغلتك انت. لان هاي موجوده بالوزارات. انا ما اريد اتعبك سيدي. شكرا. عمري 50 سنه. الله يعينك، يطول بعمرك. شكرا جزيلا.